السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. هو سعد بن أبي وقاص ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فهو من بني زهرة. يعد سعد بن أبي وقاص أحد أكثر الشخصيات تبجيلا عند أهل السنة والجماعة، حيث أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، واحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأنه من 10 مبشرين بالجنة، وأول من رمي بالسهم في سبيل الله، وحامل إحدى رايات المهاجرين الثلاث يوم فتح مكة، واحد قادة الفتح الإسلامي لفارس، واحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. وقد وردت أحاديث وأثار عديدة تبين فضل سعد ومكانته. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد بن أبي وقاص مقبلا، فقال لمن معه: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. ولد سعد في مكة سنة 23 قبل الهجرة. نشأ سعد في قريش، واشتغل في بري السهام وصناعة القسي، وهذا عمل يؤهل صاحبه للائتلاف مع الرمي وحياة الصيد والغزو. وكان يمضي وقته وهو يخالط شباب قريش وسادتهم، ويتعرف على الدنيا من خلال معرفة الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة في أيام الحج ومواسمها المتباينة الأهداف والمتنوعة الغايات. ومن أهم مواقف سعد بن أبي وقاص، كان لسعد مواقف كثيرة ومشهودة وعظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. فمن ذلك أهمها: ثبته يوم غزوة أحد، فقد قبل بلاء حسنا، وقيل أنه في هذا اليوم لم يبق حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، هما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكان يقاتلان عنه أشد القتال. اعتزاله للفتنة التي حدثت بين الصحابة من أهم مواقفه المشهودة، فعندما جاء إليه بعض الصحابة يسألونه القتال، أخبرهم بأنه لن يقاتل معهم حتى يعطوه سيفا له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كافر. وهو آخر من توفي من المهاجرين. توفي سعد بن أبي وقاص عام 55 من الهجرة في العقيق، على بعد 10 أميال من المدينة المنورة، وحمل إليها ودفن بالبقيع، وكان عمره حين الوفاة 77 عاما. وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في جبة كان يرتديها يوم غزو بدر، قائلا: كفنوني بها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي، وإنما خبأتها لهذا اليوم. ثم حمل جثمانه إلى المدينة المنورة، وصلى عليه المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع، وكان آخر من توفي من المهاجرين، رضي الله عنه وأرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.